كابتن كريم مبروك، المباراة كانت صعبة والبطولة كلها كانت صعبة، شايف المباراة ازاي وشايف البطولة اكمالا للنادي الاهلي ازاي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله على مكسب النهاردة، والحمد لله ان احنا حققنا الرمزية، وببارك لجمهور النادي الاهلي. شايف ان يعني كان عندنا احسن من كده، ان احنا يعني كان عندنا امل ان احنا نوصل فاينل لاول مرة، وكان عندنا امل ان احنا نحقق حاجة جديدة للنادي، بس ما قدرناش نعمل ده الماتش اللي فات. والحمد لله احنا لما يعني خسرنا الماتش اللي فات كان عندنا هدف ان احنا ما نقلش انجاز عن اللي عملناه قبل كده، وان احنا لازم نحقق رمزيه السنه دي عشان خاطر يعني ان احنا ما حققناش حاجه احسن، نحقق اللي احنا بنحققه دايما، ما نقلش عن كده يعني. والبطوله طبعا كانت صعبه، والثلاث ماتشات اللي لعبناهم كلهم مع فرق جامده وفرق قويه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر بالبرونزيه يعني. كريم، ليه دايما الاهلي في كاس العالم للانديه تركيزه يبقى اعلى عن البطولات المحليه والبطولات الافريقيه؟ عارفين ان الاهلي هو بطل افريقيا في النسخه، لكن الاداء في العالم الاوقات ما بيكونش مجدي، ايه تفسيرك لده؟ لا، هو الاداء مش يعني هو في كاس العالم للانديه انت بتقول ان هو بيكون احسن او كده، او التركيز بيعلى شويه، لكن هو كل المباريات مهمه، سواء في الدوري او في الكاس او في السوبر اللي عندنا كمان كام يوم، التركيز كله في الماتشات كلها واحد. اوقات بيبقى معاك توفيق، اوقات بيبقى مش معاك توفيق، اوقات التركيز بيقل في مباريات بنسب معينه، بس التركيز كله في الماتشات كلها واحده يعني. يمكن بما انك اتكلمت عن السوبر، يمكن 24 ساعه تختلف عن بدايه السوبر النسخه الجديده واربع فرق، شايف يعني في جيم من بطوله واجهاد للعيبه بتلعبوا ماتشين في وقت قليل قوي، شايف استعداد ليها ازاي؟ بشكل الاجهاد ده هيبقى رد فعله ايه؟ لا، احنا يعني ماتش قريب وكل حاجه، بس احنا عندنا لعيبه كلها كويسه وكلها جاهزه. اللعيبه اللي ما بتشاركش مثلا لو شاركت او نزلت ترتيبها زيها زي اللي في الملعب، واحنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه كلهم قد المسؤوليه، فلو واحد دخل واحد خرج ما فيش اي فرق، ما فيش اي مشكله، واحنا عندنا لعيبه كتيره وقادرين يعني ده النادي الاهلي. كريم، انت بدات مسيرتك مع النادي الاهلي في باك رايت، نقلت وينج رايت، علقت تشيرت مع كولر، بعديها كان عندك باد لك وجالك اصابه، نقلت الفتره الحاليه الناحيه الثانيه، نفس اللي حصل مع حسين الشحات تقريبا بالظبط، نقل ناحيه اليمين مشي بشكل كويس، بعدين لما رجع لو كان هو اللي موجود ناحيه اليمين ابتديت تلعب ناحيه الشمال، شايف ان ده ضاغط عليك شويه؟ شايف ان انت عارف انك هتقول لي اكيد ده المكان اللي الكوتش هيقول لي العب فيه العب فيه، ده اكيد، لكن هل انت شايف ان الناحيه الشمال محتاجه وقت عشان تتاقلم توصل فيها لنفس المرحله اللي انت كنت عليها في ناحيه اليمين؟ لا، بالعكس، انا يعني شايف انه كل مكان بتحط فيه جديد او كده بيزيد لي وعي اكتر في الملعب ويزيد لي خبرات اكتر، وببقى حافظ كل المواقف واتحطيت في كل المواقف، فبيسهل عليا الموضوع في الملعب، لو اتحطيت في اي موقف فانا ببقى جاهز لده او مريت بده قبل كده، فبيكون خبرات اكتر وبيكون وعي اكتر، فانا في الاول في الاخر بستفيد من التنقل في اكتر من مكان، وفي الاخر يعني بحاول افيد الفرقه اكتر قدر ممكن يعني.